ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. دعا يوسف العزوزي الفائز بلقب مسابقة نجوم العلوم في نسختها 11 في أول خروج إعلامي له الشباب المغاربة إلى ضرورة ابتكار أفكار ومشاريع تمكنهم من المشاركة في الموسم القادم من المسابقة التي تنظم بدولة قطر. وقال العزوزي في شريط فيديو منشور على صفحته على الفيسبوك في رسالة للشباب: نريد أن نراكم مشاركين في الموسم القادم وندعمكم كذلك، نريد أن نرى الشباب حاملا لأفكار ومشاريع. مضيفا: طبعا التجربة كانت صعبة، لكن يجب أن نقوم بالمغامرات، فلا حياة بدون مغامرة، فقط يجب علينا العمل وبعد حين ستظهر النتائج. فوز العزوزي بلقب مسابقة نجوم العلوم جاء بعد اختراعه دعامة لتعديل تدفق الدم عند مرضى القلب تهدف حسبه إلى إلغاء تكاليف الصيانة في وسائل العلاج الحالية ومساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني على توفير الكثير من المال على المدى الطويل وفق تعبير المتحدث. السلام عليكم، أهلا وسهلا الأحباء ديالي، إذا كنتم من المغرب أو الجزائر أو أي بلد آخر في العالم العربي أو حتى خارج العالم العربي، بارك الله فيكم والحمد لله فزنا بهذه اللقب في نجوم العلوم ورحلة من كل هذه المراحل، وسبحان الله تعبنا بزاف ولكن الحمد لله كان نتيجة إيجابية، الحمد لله وصلنا للمركز الأول ولله الحمد، أول مغربي لكي يوصل نهائيات نجوم العلوم وكيفوز بلقب نجوم العلوم، الحمد لله. وهذا ماشي غير الفوز ديالي بل الفوز ديال كل واحد منكم، والحمد لله والله شاهد بيا، الله يجازي لكل الناس من الجزائر ومن المغرب ومن كل المناطق على التصويت ديالهم والقناعة ديالهم على هذا المشروع هذا الإنساني إن شاء الله. وبغينا إن شاء الله نشوفه وندعموكم في الموسم القادم، وبغينا نشوفوا الشباب يعني يكون عندهم أفكار، ولو كنت جزائري أو لا مغربي أو 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 تونسي أو من أي منطقة إن شاء الله، يعني غادي ندعمكم إن شاء الله تتنخر. وهذا يعني بصراحة يعني كان يعني لحظات صعبة يعني في هذه المرحلة كله وهذا التجربة في الحياة، ولكن الواحد لازم يأخذ الريسك في الحياة ولازم يأخذ المغامرة، لأن الحياة بدون مغامرة ما هو حياة، يعني الواحد لازم يخدم وإن شاء الله غادي يشوف العمل دياله سبحان الله. يعني هذا الميديا كامبين كنا بديناها تقريبا الله أعلم دابا شي جست 3 semaines ولا كنظن الله أعلم، يعني ماشي واحد الوقت طويل بزاف، ولكن الحمد لله وصلنا ل 28,000 فان اللي دار لايك على البيج، فهذه إنجاز يعني خيالي صراحة. وفي ظرف أسبوع فقط كنا وصلنا ل 10,000 لايك يعني في البيج، فجزاهم الله خيرا كل الناس اللي ساندونا وعاونونا يعني ليلا ونهارا يعني على هذا الميديا كامبين، لان عمل واحد البوم كبير. والحمد لله المغاربه ايضا كان عندهم يعني شافوا هذا البرنامج اكتشفوا على البرنامج، وان شاء الله بغينا يعني مغاربه ان شاء الله يشتركوا في هذا البرنامج اكثر ان شاء الله. وبارك الله فيكم أخوتي، والله الله شهد علي أنني أحبكم، والله الله شهد علي أنني أحبكم، وجزاكم الله خيرا وسبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.